كما قلت المحاربة ديال انتهاك أخلاقية الصحافة هي مسؤولية مشتركة، ماشي بنية التعويم ولكن اللي نضع كل واحد في موقعه. قلت بأن السلطات مطالبة بتفعيل القانون ديال الصحافة الواضح، حيث أننا يوميا نلاحظ العشرات ديال الانتهاكات، الناس ينتحلون صفة صحفي، إذن بعد هادو لا علاقة لهم بالصحافة. المستوى الثاني عندما يتعلق انتهاك أخلاقية المهنة بالممارسين، فإن الحديث هنا موجه إلى المجلس الوطني للصحافة، إلى الفيدرالية المغربية لنشر الصحف، إلى النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلى الجمعية الوطنية للإعلام وغيرها من الهيئات ذات يعني التنظيم المهني، ينبغي أن تكون هي الأولى كتعطي المثال في محاربة هذه الظاهرة. والمسؤولية طبعا إذا أردنا أن نحارب بمنطق المدخلات ينبغي أن نتوجه إلى تنويع العرض التكويني، حيث يعني كاين تقدم اليوم لكنه محدود. واحد الوقيته عندنا مؤسسه اللي هي ليزيك، يعني المعهد الوحيد الرسمي الذي يخرج الصحفيين، اليوم كاين معاهد خاصه، كاين بعض الاجازات المهنيه في الجامعات، خص هذا العرض يتنوع باش نبداو نخرجوا مكونين في المجال، ما يمشيوش للصحافه والاعلام الا ابنائها. لو اننا اعملنا التعريف ديال مهنه الصحافه بكونها يعني مهنة ديال جمع المعلومات والتحقق من مدى صدقيتها ومعالجتها بالأجناس الصحفية المختلفة وإعادة نشرها لما وقعنا في هذه في هذه في هذه الإشكالات. طبعا كاين مسؤولية أخرى تقع على الصحفي نفسه الذي يستقي الخبر، لأنه أولا هذه صورته وهذا وجهه. ويمكن أن أقول أن عندما نتحدث عن الأخلاقيات نتحدث عن إعمال الضمير المهني. أعيد التذكير بالخطاب الملكي الذي كان قد تحدث عن الفساد مثلا في القضاء، بعد أن عدد العدد المشاكل قال في نهاية الخطاب أن المعول عليه هو ضمير القاضي. أيضا في هذه القضية عندما نتحدث عن أمور معيارية معنوية ينبغي أيضا نتحدث عن ضمير الصحف. كاين سبيل وحيد وواحد وأساسي وأساس، هو أن هذه المهنة تنظم نفسها بنفسها. يجب أن نقتنع بأنه بحال المهن التي تحترم نفسها، بحال الطب، بحال الهندسة، بحال التعليم، بحال كل المهن، هذه مهنة عندها ناس يمارسونها منذ القديم، كيعرفوا الأجناس ديالها، كيعرفوا حرفها، كيعرفوا مختلف التطورات ديالها، هما اللي خصهم يتحكموا فيها، ما خصناش نخليو الحزب العابر. اليوم كنعطيو لهذا الحزب هذه المسؤولية ديال الوزارة ديال الاتصال، كنعطيوها للحزب الآخر، وغالبا كنعينوا ناس اللي ما عندهم تعلق بالصحافة، ودائما كنلقاو راسنا واحد المنعرج، واحد الدورة ديال الفراغ تتكرر. لن نصلح حال هذه المهنة إلا إذا تكلف بها أبناؤها الحقيقيون، أبناؤها صار ولاد الحلال ديالها ماشي ولاد الحرام. لكي يصلح على، واعتقد بانهم بامكانهم ان يفعلوا ذلك. لديهم من الكفاءه ما يكفي، لديهم من المعرفه ما يكفي، لديهم من احترام الوطن وحبه والمسؤوليه ما يكفي. وتصور بانه وصلنا للمرحله اللي خصنا نقولوا هذه المهنه يجب ان تقنن نفسها بنفسها، ويجب ان نقتنع جميعا وحنا الاولى كصحفيين بان هذا الحال ديالنا لن ينصلح اذا لم نصلح. خصنا نتكون كاملين صحفيين مشتغلين ومدراء مسؤولين ديال الجرائد وديال المواقع الالكترونيه، خاصنا كلنا نكونوا. ولكن واحد القضيه اللي خصنا نقولوها، الصحافه راه مرآة المجتمع، راه ماشي الصحافي ولا مدير النشر فقط اللي كيقلب على البوز، راه ولينا في مجتمع كله كيقلب على البوز، راه كيكون المواطن غادي في الطريق وكيصور شي حاجه وكيقول لك شحال وصل دابا ديال لي فيو، راه ولا عنده مشكل حقيقي، راه ولينا كنقيسوا حياتنا كامله بمقدار شحال من واحد قال لنا برافو عليكم لايك، ولا كنتقلقوا ولا شفنا الناس كيديروا لنا ديسلايك ولا ما كيحملوش داكشي اللي شفنا. فهاد المنطق خصنا نتخلصوا منه، هو لن يكون في يوم من الايام فيصلا بيننا، كيحدد شكون فينا مزيان وشكون فينا خايب، كيشوفوني بزاف ديال الناس اذا انا مزيان. الا نتذكر ان المواقع الاباحيه في الانترنت تحقق اعلى نسب المشاهده، حتى واحد فينا ما يقدر يوصل ليها. هل سنة فسدت يومين لكي نصل الى البوز في تقديم محتوى اباحي؟ هذا سؤال خصنا نطرحوا على انفسنا. هناك حدود معينه لهاد اللهات وراء البوز وراء الرغبه في اللايكات، وراء خصني ندير طوندونس ونطلع بخف طوندونس ولا تريند ولا باش كيسميوها، نوصلوا واحد الحدود معينه ونقولوا بلاتي هذه حرفه عندها اجناس معينه يجب ان نحترمها، يجب ان نحترم هذا الانتماء لهذه البلاد السعيده اللي هي بلاد محترمه، ولا يجب ان نسقط الى هذا الحضيض اللي حنا فيه.